أنا العبد الذي كسب الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس ده هنتكلم عن بعض الأشياء المختلفة في برنامج الكالك بعيدا عن الكتابات وتنسيقها وأنواع الخطوط. الكالك بيتيح إنه يديك بعض الحاجات المساعدة زي الرموز وخطوط الوهمية والصور وبعض الحاجات الجرافيكية البسيطة. احنا لو تعملين نموذج لورقة كوتشينا وممكن حد يسألني يقول لي احنا هنلعب ولا ايه، هقول له لأ، ولكن حبينا نبسط الفكرة انه الكالك ممكن يساعدك في انتاج بعض الاشكال المختلفة، واللي مسؤول عن الاشكال دي او الخطوط الوهمية سواء اذا كانت مستقيمة او دائرية او بيضاوية حتى قائمة ادراج اللي هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. لو فتحنا قائمة ادراج بنلاقي اول حاجة كلمة رمز، وهي مش مفعلة دلوقتي برضو لان احنا لازم نحدد اي جزء في الملف. هنا لو انا حددت مثلا القلب الاحمر ده او اي حاجة من الموجودين لازم يكون في حاجة متحددة، هلاقي الرمز ظهر على طول. لما بضغط على رمز بيديني بعض الاشكال المختلفة من الرموز اللي ممكن تساعدني في التصميم بتاعي او ان انا اعمل بعض الاشكال البسيطة زي ما شفنا ورقة الكوتشينة كده، واصدرها برضو لأي برنامج انا عايزه. دي اشكال كتيرة جدا ممكن بختار منها اي شكل كعلامة في الكتابات او الشرح او اي حاجة انا اعملها. عندي اسهم كتيرة، عندي دوائر، عندي بعض الرموز البسيطة اللي احنا ممكن نشبهها بالشيب بتاع الفوتوشوب او السيمبول بتاع الاستريتور. وعندي هنا بلاقي بعض خيارات، هنلاقي مثلا اسعد سادات هنلاقي فيها الاشكال والرموز المختلفة اول واحدة. عندي بعد كده بقى بعض الخيارات التانية، كل ما بضغط على واحدة منهم بيجيب لي رموز مختلفة بقدر ان انا استخدمها، وبفضل اقلب لما الاقي الحاجة اللي انا عايزها او الرمز اللي انا عايزه. عندي بعض الكتابات اليابانية، عندي بعض الحروف الفرنسية تقريبا، عندي اشكال مختلفة كتيرة. في بعض الاشكال ممكن ما تطلعش معايا بنفس شكلها، ممكن تديني شكل تاني او رمز تاني. هناخد مثلا الاسهم دي ونشوف النتيجة. بعمل موافق، هنلاحظ ان المؤشر هنا اتغير اصبح بالشكل ده. بضغط عليه هنا بيبدأ يديني الشكل اللي انا اخترته. بحاول مع الشكل ممكن مرة واتنين لو ما ادانيش الرمز من اول مرة، بحيث ان انا اقدر اوصل للشكل اللي انا عايزه. بلاحظ هنا كلمة كاركتر خصائص او الحرف، ولما بقلب هنا بتظهر لي الارقام، بيقول ان الكد ده او الرمز ده رقم كذا، دي 44. هنعرف ان شاء الله الحروف المختلفة دي. بختار اي حاجة من دول انا عايزها وبيتم ادراجها عادي. عايز مثلا قوسين، عايز علامة مئوية، بختارها من هنا وبيتم ادراجها عادي. اوكي، ادي العمل. ومن هنا بقدر اختار اي رمز احطه في وسط الكتابة وابدأ ان انا اغير حجمه زي ما عرفنا، مثلا لسين بيصغر معايا عادي. وده الجزء الخاص بالرموز، اقدر اعمل اي اشكال او اضيف اي حاجة انا عايزها. عندي من الاوامر التانية في قائمة ادراج خط الكرسي، وقلنا ان خط الكرسي هو السطر اللي بكتب عليه الكلام، ويمكن سموه الكرسي لان الكلام بيبقى جالس عليه، ده تفسيري المتواضع او المبسط. عندي سطر جديد ممكن بحط السطر ده في مكان ضغط الماوس، في محل ماوس كليك، مكان ضغط الماوس وبين الخطوط الكرسي ما بينها. ولما بضغط على بين خطوط الكرسي بيديني بعض الخيارات، عايزه في الاول ولا عايزه مطابق لأول سطر ولا مقدار بسيط من دخول الاولاني. ممكن بخليه مثلا على مسافة 10 مليمتر او ازيد في الصفحة كام بأي سطر. بعمل بعد كده تأييد، بيحطولي اهو في المكان ده. انا ممكن استغنى عن الامر ده والامر اللي جاي كمان اللي هو خاص بشمول او مشمول عناصر المنتخب. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا علمت اي كلمة ممكن بعمل مشمول عناصر المنتخب. بيديني هنا سطر تاني جنب الكلام بالظبط، بحيث لو انا عايز اعمل كلمة ليها ظل خفيف او بلون تاني زي ما هنشوف مثلا دلوقتي كنترول اي، واقدر اكتب هنا، اداني المسافة اهو زي ما احنا شايفين. ممكن بقى بكتب مثلا كلمة كالك تاني واعمل اغلاق، والكلمة دي اقدر ان انا الونها بلون تاني من خيارات الكلمة. ادي الخيال بتاعها مثلا بخليه لون رمادي مثلا او رصاصي فاتح، بعمل اعمال اغلاق بيبدأ يجيبه لي هنا اهو. يبقى احنا ممكن هنا نعمل بالامر ده ان احنا نعمل الكلام مشفف بسهولة. وممكن في الحالة دي بستغنى عن الاوامر دي بعملية ضغط على كنترول اي، وان انا اعدل اي حاجة انا عايزها زي ما هنشوف كده.
ممكن بضيف سطر مثلا فوق محمود وبالضغط على انتر بيديني سطر جديد اهو. ممكن بضيف اي اسطرة انا عايزها او اعدل على اي كلمة انا كتبتها مثلا كالكي اوكي اغلاق واداني كمان سطر لما عملت انتر. ده بينفع في حال الجمل الكتيرة اللي انا مثلا بكتبها واتلخبطت فيها او عايز اضيف سطر تاني او عايز اعدل، يبقى ممكن بستغنى عن الامر بتاع خط الكرسي ده بما يحوي من خيارات بالضغط على كنترول اي والتعديل. هنفترض دلوقتي ان انا كتبت مثلا سطر وعايز استورد اي سطر من مكان تاني او من ملف تاني كان موجود، بحيث ان انا هعمل شكل معين او عايز كتابة معينة ما اقعدش اكتبها من جديد او كانت متنسقة بشكل محدد، بروح على فتح من ملف، وفي الحالة دي هيختار لي الملف اللي انا عايز افتحه وليكن مثلا الملف ده، اعمل اوبن اعمل موافق، بيجيب لي بقى السطر ده او الكتابة دي من الملف اللي انا حددته، وبالتالي اقدر ان انا اوفر على نفسي وقت وجهد في عملية الكتابة او التنسيق. انا الامر ده برضو مهم جدا بالنسبة لي. مثال كمان، فتح من ملف بحدده، بختار الملف اللي انا عارفه او محدده، بعمل اوبن بعمل موافق، بيجيب لي الكتابة او السطر، بقدر احطه في اي مكان واعمل بيه اي تنسيق انا عايزه او اي شكل انا عايزه. الخطوط الوهمية في برنامج الكالك زيها زي الدلائل في الفوتوشوب والإلستريتور، بقدر اسحب من المساطر بعض الدلائل اللي هي بتساعدني على تنسيق الكتابات وتوزيعها بشكل منسق زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي في بيت الشعر ده. في قائمة ادراج نقدر نلاقي بعض الخطوط الوهمية مستقيمة والدائرية والمنحنية كمان، اللي بقدر ان انا انسق عليها اي جملة او اي شكل انا عايز اعمله. وزي ما شفنا قبل كده في الكتابة بشكل دائري على المسارات او الخطوط الوهمية، ممكن كمان بقدر اكتب على شكل بيضاوي او بعض الاشكال او المسارات اللي انا ارسمها واللي بيوفرها البرنامج. هنفتح ملف جديد ونبدأ نشوف الخطوط الوهمية ونتعامل معها ازاي. نفتح ادراج، بنلاقي الخطوط الوهمية عندي هنا عمودي وافقي ومائل ودايرة وبيضاوي وقوس. العمودي كنترول ار، الافقي كنترول اتش، المائل هنلاقيه جاي بزاوية 45 درجة. عندي الدائرة شفناها قبل كده، عندي البيضاوي بقدر ان انا اسحبه في اي مكان، عندي كمان القوس، والقوس هنا هنلاقيه اشبه بمسارات الالستليتور او الباسز، نقدر ان احنا نتحكم فيها باي شكل ممكن اسحبه لاي مكان انا عايز. بداية انا ممكن اسحب من المسطرة زي ما عرفنا قبل كده واحطه في اي مكان سواء افقي او راسي، ولو ضغطت كليك. طيب واذا كنا عارفين الخطوط الوهمية المستقيمة سواء افقي او رأسي بنستخدمها في ايه؟ ايه فايدة الدلائل المستديرة او البيضاوية او القوس؟ بقدر من خلال الاشكال التانية ان انا اعمل بعض التنسيقات على الكلمات او الجمل، من ضمنها مثلا التدوير زي ما شفنا قبل كده، وممكن اقدر ان انا اعمل تكوينات او تركيبات خطية زي اللي هنشوف بعض اشكال منها دلوقتي. ادي بعض العينات اللي ممكن نقدر بالخطوط الوهمية ان احنا نكتب بالشكل ده او بالتنسيق ده، يديني حدود خارجية كده زي ما احنا شايفين، اقدر ان انا اعمل تكوين بشكل ما مثلا شكل كمثري او بيضاوي او دائري او بعض الاشكال التانية من خلال التحكم في اداة القوس. وبعض التمارين ممكن اعمل اشياء او تصميمات خطية جميلة من خلال بعض الخطوط الوهمية وبعض ممارسة والاستمرارية. هنشوف عينة دلوقتي من الكتابة بشكل داخل الخطوط الوهمية. ممكن اروح على الخطوط الوهمية واختار مثلا قوس، ممكن اغير في المسار بتاعه على حسب ما انا عايز اكتب او اسيبه زي ما هو، وابدأ ان انا اكبر طول وعرض، وممكن اعمل اي شكل من خلال السحب بالماوس في اي نقطة من المقابض دي على حسب الجملة او الكلمة اللي عندي. اقدر ان انا اغير كمان درجة القوس اخليه اكتر، ممكن بجيب خط زي كده واعمل خصائص، اكتب الكلمة هنا او الجملة مثلا اكبر بخط الثلث اعمال اغلاق، بكبرها
من هنا وليكن 200، وابدأ ان انا هنا اسحبها جوه المسار او الخط الوهمي واحدة واحدة كده، انسقها، بحاول ان انا على قد ما اقدر اتمكن من ضبطها. انا طبعا دي مثال بسيط مش اكتر. هنا ممكن بقى بضيف التشكيلات المناسبة، وممكن مثلا اخلي الالف هنا، احاول ان انا اقصره شوية بحيث ان هو يبقى مظبوط معايا. ان شاء الله احنا هناخد بعض التطبيقات، خليها مثلا كده، وابدأ ان انا بقى احط تشكيلاتي من الادوات وليكن بالشكل ده بعد ما قمت بالتنسيق. وبكده اقدر ان انا اعمل اشكال كتيرة بالخطوط الوهمية، وممكن اكتب حوالين البيضاوي او الدايرة او اي شكل انا ممكن اعمله. دي كانت الخطوط الوهمية وفكرتها، شيء بسيط وظريف جدا بقدر ان انا انسق بيه. ويتبقى عندي في قائمة ادراج جرافيك صورة، طبعا عرفنا ازاي بندرجها. هنلاقي بعض الاشكال سواء خط او مستطيل او دايرة، ممكن بختار دايرة على اساس تناسب التكوين اللي انا عملته. بيطلع لي بعض الاشكال البسيطة، هنا الاقي باترن وهنا كولر، الاقي مثلا سادة بالشكل ده. لو بختار الباترن عندي اشكال ممكن اختار منها من هنا زي ما عرفنا قبل كده، اكتر من شكل بقدر ان انا اختار. واظن ان معظم الحاجات دي مش هتناسب التكوين، ممكن احنا نختار صورة ونجيب بعض البراويز الجاهزة زي ما عرفت. هنا ريزوليوشن، هنا مود الشكل اللي انا مختاره شفاف او خلافه، عندي هنا العرض بتاعه، عندي اللون ممكن اختار اي لون تاني، ومن هنا بقدر احدد المسافات والاحجام. قائمة جرافيك ممكن ما نستخدمهاش اصلا، ولكن برضو حبينا ندي فكرة عنها. ان شاء الله في الدرس الجاي هنشرح شريط الخيارات اللي فوق ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبب